جه منهار لحقني انا، دخلت شقتي لقيت مراتي وابني مقتولين. بسرعه انتقلنا معاه، المنظر هناك طبعا منظر بشع، واكتر حاجه الجيران اتجمعوا وقالوا ده القاتل خطف كمان البنتين الصغيرين. طفله قتلت امها واخوها علشان تهرب مع حبيبها اللي رفضوا انهم يجوزوها ليه بسبب انه بيشرب مخدرات وما عندوش مستقبل. ماهر شاب 23 سنة شاف آية اللي عندها 17 سنة عند ناس قريبهم، أعجب بيها وطلب من حازم قريبها إنه يكلمها، وفعلا أخدوا أرقام بعض وبدأوا يتكلموا. البنت اتعلقت بماهر وحبته، ولما كان أهلها بينزلوا من البيت كانت بتكلموا علشان تقابله، وكان بيجي لها البيت كمان. الموضوع اتطور ما بينهم وبقوا عايزين يتجوزوا. الولد جه تقدم لها، طبعا أهلها طلبوا فرصة علشان يسألوا عليه، بس المشكلة إنهم لما سألوا عليه في المنطقة بتاعته عرفوا إنه بيشرب وبيعمل مشاكل كتير، وإنه كمان مش بيشتغل، وإن هو كان عايز يعيشها في بيت أهله. يعني لو واحد زي ده اتقدم لأي بيت أكيد هيترفض. أهل آية كلموا الولد وأهله واعتذروا لهم بطريقة محترمة ورفضوه، لكن الولد وآية ما سكتوش لأنهم كانوا شايفين إنهم لازم يكملوا مع بعض. الولد اتقدم مرة واتنين وتلاتة، لكن الأهل فضلوا على موقفهم ورافضينه. آية وماهر جات لهم فكرة إنهم يهربوا مع بعض، وفعلا البنت في يوم خرجت وما رجعتش. وفي الوقت ده ماهر كان مأجر لها شقة في عزبة النخل علشان تقعد فيها. أهلها فضلوا يدوروا عليها لغاية ما فكروا في ماهر، فضلوا يتصلوا عليه بس هو كان قافل الموبايل بتاعه. بعد يومين ماهر فتح تليفونه، وأم آية وخالتها قالوا له إن إسلام أخوها تعبان وبيموت وإنها لازم تيجي تشوفه. راح محمد علشان يقابل خالتها وأمها في الشرابية، وجاب معاه واحد قريبه. أول ما الأم شافت ماهر كانت منهارة ونزلت تبوس على رجله علشان يرجع لها بنتها. راح قال لها يا أمي أنا هرجعها لك، وكمان عرف منهم إن أخوها تعبان قوي، وراح واخد خالتها ومامتها ووداهم لآية في البيت اللي مأجره لها في عزبة النخل. بس بعد ما كان اتفق معاهم إن آية هتكون لي وإنهم هيخطبوهم لبعض، فعلا آية رجعت البيت، ولكن الأهل ما التزموش بكلامهم وقرروا إنهم يحافظوا على بنتهم لأنها عيلة 17 سنة ولسه في الثانوية، ومش هينفع بأي شكل من الأشكال يجوزوها لواحد شمام وكمان ما عندوش مستقبل. قفلوا عليها البيت، أخدوا تليفونها ومنعوهم يكلموا بعض خالص، وهم عملوا ده كله علشان خايفين على مستقبلها. بقت أمها تنزل معاها توديها المدرسة وترجعها علشان يضمنوا أنهم مش هيشوفوا بعض تاني وتنساه. فضلوا على كده فترة، وبعد شوية قرروا أنهم يجوزوها عشان يقطعوا أي حبل ممكن يوصل بينهم. فعلا اتقدم لها واحد ابن حلال شغال ومحترم، فرحوا أهلها بيه وقرروا يقروا الفتحة بتاعتهم. الغريب إن آية ما تكلمتش وكملت عادي ووافقت على قراية الفتحة. قعدت شهرين مش بتكلم ماهر، وكل الاتصالات بينهم كانت مقطوعة، لكن آية رجعت تاني تتصل بماهر، بس ماهر عارف إن هي آية ورجعوا يتكلموا تاني، واتفقوا إنهم لازم يكونوا مع بعض وإن كده مش هينفع، فقرروا إنهم يخلصوا من أهلها خالص لأنهم مش عارفين يخلوهم يوافقوا، وبدأت أفكار حرفيا خلت الشيطان يقف ويتعلم منهم. البنت قررت تولع في البيت وجواه أهلها، بس كانت عايزة تنيمهم الأول. راحت طلبت من ماهر انه يجيب لها منوم رش علشان ترشه على اهلها ويناموا، وبعدها تفتح انبوبه البوتاجاز وتولع فيهم. لكن ماهر معرفش يجيب الرش ده، راح جايب لها 3 انواع منوم. آية خدتهم منه، بس تاني يوم جت قالت له لا دول ضعاف ومش شغالين ومش بيعملوا حاجة. آية ما عرفتش او مريضتش تعمل كده، المهم الخطة باظت. راح ماهر قرر انه يخلص بنفسه وطلب منها تسرق مفتاح البيت بتاع امها وتحدفهوله من الشباك علشان يعمل عليه واحد، وعلى كلامها انه قال لها ملكيش دعوة بعد كده. بس ماهر في التحقيقات قال ان هي كانت عارفة كويس هو هيعمل ايه. البنت فعلا سرقت المفتاح وحدفته، وهو طلع عليه نسخة. تاني يوم والبيت هادي، اسلام اخوها الصغير بيتفرج على التلفزيون، اختها الصغيره نايمه والاب في الشغل، الام رايحه تجيب ايه من المدرسه. راحت ايه اتصلت بوالدها من تليفون صاحبتها وسالته انتوا فين وماما فين واخواتي فين، مين اللي في البيت دلوقتي؟ الاب استغرب جدا من سؤال ايه، قال لها هو في حاجه؟ اخواتك في البيت وانا في الشغل ومامتك هي لسه ما جاتلكيش؟ راحت ايه قالت له لا 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 خلاص ماما وصلت اهي،
الأب استغرب جدا من سؤال آية، يعني إيه تتصل بيه وتسأل مين في البيت دلوقتي؟ بس قال يمكن يكون عادي، ما هي بنته، أكيد مش هيدي للموضوع أي إخوانة. البنت قفلت مع باباها بسرعة وراحت اتصلت بماهر وقالت له إخواتي في البيت، يلا تقدر تروح على هناك وأنا وماما جايين دلوقتي، وقفلت معاه بسرعة قبل ما والدتها تيجي، بس كانت مأكدة عليه إنه ما يقربش لأختها الصغيرة علشان هي بتحبها جدا وعايزاها تعيش معاها. الأم وصلت المدرسة علشان تاخد آية ويروحوا على البيت. في الوقت ده كان ماهر وصل لبيت آية ولقى أنوار الشقة كلها منورة، إسلام قاعد يتفرج على التلفزيون واختها نايمة، وأول ما ماهر دخل طبعا إسلام اتفزع، واحد غريب داخل عليه البيت. إسلام راح مصرخ جامد، راح ماهر مطلع السكينة ونزل طعن في إسلام لغاية ما مات، وراح واخده وحطه جوه المطبخ وراح منظف الصالة كويس مكان الدم. بعدها راح مطفي أنوار الشقة كلها وقعد مستني آية وأمها، والأم جت وفتحت بالمفتاح، بس أول ما الباب اتفتح استغربت، البيت كله ضلمة والطبيعي إن إسلام بيكون منور الشقة كلها وقاعد قدام التلفزيون، ولسه بتتكلم وبتقول لآية إيه ده هو فين إسلام، ظهر ماهر وجري عليها عشان يضربها بالسكينة. راحت الأم مصرخة، جت تخرج من الشقة علشان تنادي حد واخدة آية في إيديها علشان خايفة إن ماهر كمان يأذيها. راحت آية مكعبلة أمها وموقعاها جوه الشقة وقفلت الباب وكتمت نفسها بإيديها، وجي ماهر قعد يطعن في أمها بالسكينة لغاية ما ماتت. لآخر نفس الأم كانت بتحاول تحمي آية وما كانتش متوقعة الضربة تيجي منها هي. ماهر لما حصل صريخ من الأم قلق وقال لآية روحي هاتي الفلوس بتاعة أبوك وأختك ولمي هدومك بسرعة ويلا نمشي من هنا. آية فعلا لمت الفلوس وهدومها وأخدت أختها ومشيت مع ماهر، بس هما كانوا متفقين إنهم يستنوا أبوها علشان يقتلوه هو كمان، لكن ماهر كان خاف جدا من صوت الصريخ اللي حصل. الأب جه من الشغل عادي وبيفتح باب الشقة لقى مراته في الأرض غرقانة في دمها، جري يدور على عياله لقى إسلام في المطبخ وقاطع النفس، قعد يدور على بناته ملقاهمش، راح بسرعة مبلغ الشرطة. الأب كان هيتجنن، فين بناته؟ وكان متوقع أن يلاقيهم اتقتلوا زي إسلام ومامته، بس اللي عرفه بعد كده كان هيجننه أكتر لما ماهر اتمسك ومعاه آية وجنى واعترفوا على بعض. وماهر قعد يحكي كل اللي حصل وقال ان آية كانت موافقة جدا على الخطة وهي اللي كانت مخططة لقتلهم كلهم بما فيهم ابوها كمان. الاب جات له صدمة كبيرة من اللي سمعه حصل له، والغريب ان الاب راح لآية لاسمه وجاب لها اكل واداها جاكت عشان تتدفى وما تكلمش معاها ولا كلمة وسابها ومشي. الاب والام ما يتعوضوش مهما الابن عمل، مش بيعرفوا يقسوا عليه علشان دول حتة منهم. الأهل دايما بيحاولوا يحموا آية، لكن هي كانت شيطان عايش وسطهم، ضيعت العيلة كلها، ربنا يرحمهم جميعا. بعد ما آية وماهر اتمسكوا والاتنين قعدوا يرموا التهم على بعض، وكل واحد يقول هي السبب وهو السبب، والاتنين بقوا يحدفوا التهم على بعض ولا كأن كان في حب بينهم ولا اتفاقات ولا أي حاجة من الكلام ده كله. ما هو صح، اللي تبيع أهلها طبيعي جدا وسهل قوي إن هي تبيع أي حد بعده. ماهر بعد ما سمع كلام آية وإن هي قعدت تقول أنا معرفش حاجة عن اللي هو عمله دوت وإن أنا كنت متفقة معاه إن هو يسرق بس الشقة، بعد ما ماهر كان هيشيل القضية لوحده وكان هيخلي آية تخرج براءة، بعد ما سمع كلامها راح قال لها تصدقي إن أنا كنت هشيل القضية لوحدي، لكن بعد الكلام اللي انت قلتيه دوت أنا هخليك تشيليها معايا وهقول كل الحقيقة. وبدأ يقول آية عارفة بكل حاجة حصلت وهي اللي مخططة لكل حاجة، وحاولت تقتل أهلها كذا مرة وفتحت عليهم الغاز وديتهم منوم، لكن المحاولتين فشلوا. وبدأ يقول هي اللي كانت جايبة السكين وهي كمان اللي خبتها بعد ما قتلنا أمها وأخوها، واعترف عليها وقال دي زقت أمها جوه الشقة وكتمت نفسها علشان أقدر إن أنا موتها، هي اللي ساعدتني في كل حاجة وهي اللي خططت لكل ده.